بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. الحقيقه هنتكلم النهارده. محمد الباز بيقول كلام فوق الروعه فوق الجمال. عايز يقول ايه؟ بيقول لك صديق ابانوب عماد المسلم هو المجرم الحقيقي، لأنه من بدأ بالإساءة للمسيحية ورواد التواصل شكرا على كلمة الحق. علق الإعلامي محمد الباز على أزمة أبانوب عماد. الطالب بجامعة الزقازيق والذي تم إحالته إلى التحقيق من قبل الجامعة بتهمة الإساءة للإسلام. وقال الباز خلال لايف عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك: الحكاية بدأت لما أبانوب كان بيتكلم عبر تطبيق الواتس مع صاحبه، وقال بعدها صاحبه عمل برينت سكرين اللي هو شورت سكرين لجزء من المحادثة واللي فيه تطاول أبانوب على الإسلام مشددا الإساءة لأي دين أمر مرفوض على الإطلاق، مرفوض الإساءة لرسول الإسلام ومرفوض الإساءة لأي دين وأي فكرة. وتابع وقال الأخ المسلم ده خد الكلام بتاع أبانوب ونشره على السوشيال ميديا، فطبيعي أن تقوم الدنيا ولا تقعد والناس طالبت بعنف شديد بالقبض على أبانوب ومحاكمته. وتساءل الباز قائلا: من هو المجرم الحقيقي في قضية أبانوب عماد؟ وتابع: أبانوب غلط، لكن هل هو من بدأ بالخطأ؟ موضحا أصدقاء أبانوب المسلمين قالوا إن دي محادثة بينه وبين صديقه، والأخير هو اللي بدأ بالسخرية من المسيحية والترياق واتكلم عن نشيد الأنشاد. وقال رد أبانوب على الإساءة اللي وجهها صديقه المسلم للمسيحية وللإنجيل ولنشيد الأنشاد، ورأى لذلك: أنا شايف إن المجرم الحقيقي في هذه الواقعة هو صديق أبانوب المسلم الذي نشر محادثة غير كاملة بينهم. لافتا أبانوب أخطأ، لكنه خطأ ينبه له، يعني الكنيسة أو الجامعة تقول له هذا لا يصح ولا يليق. واستنكر عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من بينهم مثقفين ومفكرين ومحامين تطبيق قانون إزراء الأديان على المسيحيين فقط. كما استنكروا تلقى أبانوب عماد الطالب بجامعة الزقازيق تهديدات بالقتل من قبل متشددين. وفيما يلي بعض تعليقات رواد التواصل الاجتماعي بخصوص تعليق الباز على قضية أبانوب: شكرا أستاذ محمد الباز على كلمة حق، وطبعا أكيد استشعرت الموضوع مدبر من قبل جماعات متأسلمة تريد جر الوطن لفتنة طائفية، ربنا يحفظ بلدنا من الفتن. كل الاحترام والتقدير لحضرتك لعرض الصورة كاملة، تحياتي لكم. كلامك أستاذ محمد كلام راقي مثقف، ربنا يديم المحبة للجميع واحترام الجميع، لأننا في الأصل من أب وأم واحدة. أكيد الأجهزة الأمنية الأمنية تحقق في الموضوع وتؤكد أن جميع أطراف وجوانب وتوابع الموضوع هتكون محل تحقيق مع الاثنين والقريبين منهم، وستتضح الحقيقة والمخطئ سينال جزاؤه. مفيش في الموضوع ده هزار ولا مجاملة. قال السيد المسيح: طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعونا. شكر للرجل المحترم محمد الباز، لك كل الشكر والتقدير. ريت القانون على الكل. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. للأسف يا أستاذ محمد إن قانون إزراء الأديان ينطبق على المسيحيين فقط، وللأسف في عهد الجمهورية الجديدة. حضرتك كلام في غاية الحق، فعلا كل كلمة قيلت من ذهب. أتمنى أن كل الناس تكون بالوعي هذا وتخافوا على الوطن مصر وعلى شبابنا. الأستاذ محمد لك كل الاحترام والتقدير، دائما تقول كلمة الحق وصادق بما تقول. أنت رجل محترم وأول واحد يقول الحق وسط الأصوات المتطرفة، لك كل الاحترام والتقدير. ياريت كل الناس تفهم زي حضرتك يا أستاذ محمد، وإحنا كلنا بنحترم كل الأديان، لا المسيحية ديانة محبة
لأنها ديانة محبة وحب الله ومحبة وكلنا بنحب كل الناس. لأن السيد المسيح علمنا في الإنجيل وأعلننا أحب كل الناس، يا ريت كل الناس تحب بعضها لبعض. أنت رجل تستحق كل التقدير والاحترام لشخصك الراقي والمميز. الرب يباركك يا سيد محمد الباز المحترم على شهادة الحق اللي قلتها، والله يكتر من أمثالك. شكرا ليك أستاذ محمد الباز. محمد الباز عن أزمة أبانوب عماد المسلم هو الذي أساء للمسيحية ولازم يتحاسب. أصبحت الإساءة للمسيحية تمر دون عقابة منذ مكن الرئيس الراحل محمد أنور السادات التيارات الإسلامية من مؤسسات المجتمع المصري، وبحال رد مسيحي على إهانة الدين وسرعان ما تنقلب الدنيا وراء الملايين أنه بذلك ارتكب جريمة تستوجب العقاب والقتل. وعلق الإعلامي محمد الباز خلال اللايف على أزمة الطالب أبانوب عباد المتهم بازدراء الدين الإسلامي خلال محادثة مع زميل، وذلك بعد أن قام الأخير بإهانة سفر نشيد الأنشاد وخاصة في عرض السيدة العذراء. وقال الباز: المسلم اللي يكتب على صفحته ما يشيء للمسيحية لازم يتحاسب. من أصول الإسلام احترام كل الأديان الأخرى موضحا، لكن الجهلاء لا يعرفون شيئا عن أصول الدين. واستنكر مثقفين ومفكرين ومعاحمين وإعلاميين وتطبيق قانون إزدراء الأديان مع المسيحيين فقط، هذا شيء غير مرضي. كما استنكروا تلقي أبانوب عماد الطالب بجامعة زايدية تهديدات بالقتل من قبل المتشددين. وأما القصة الغريبة، ياسمين الخطيب تدافع عن صاحبة البستان الأزرق طول عمر المصريين برؤوسه في الأفراح. دفعت الإعلامية ياسمين الخطيب عن الشابة ياسمين والتي اشتهرت بعد انتشار مقطع فيديو لها وهي ترقص ببستان أزرق. وقالت ياسمين الخطيب عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: مش فاهمة خالص ايه مشكلة الترند المسمى صاحبة البستان الأزرق، وأدابت ايه المشكلة لما واحدة ترقص في فرح صاحبتها ولا قريبتها، ما طول عمر المصريين بيرقصوا في الأفراح على اختلاف انتمائهم الطبقية، حتى الست أم العروسة والحاجة وأم العريس بيتخلوا عن وقارهم ويرقصوا، والمعازيم بيحيطوا بيهم ويشاركوهم الفرحة رقصا، مالكم في ايه؟ يشار أن إيه لأن الشابة ياسمين وهي طالبة عزباء في كلية الآداب جامعة المنصورة، وكانت اشتهرت بعدما انتشر لها مقطع فيديو ترقص بإحدى الحفلات العائلية ما أثار جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الأوساط المصرية. مش عارف مرة يقولوا إنها اتجوزت واتطلقت، ومرة يقولوا إنها ما اتجوزتش، ومرة كل يوم غريب الواحد ما بقاش عارف إيه الحقيقة. عفوا، ولا الشخص النهارده ولا امبارح اللي قاعد يقلد راهب ويقول إن كليات حرام، كلية الفنون حرام، ويقول أيضا إن المشاهدات حرام، التلفزيون حرام، وكله حرام. ربنا يحفظ وطننا. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، وأتمنى لكم الخير والسعادة، وأرجو ألا تنسى الاشتراك في قناة الم